خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هنا الاخوان غادي يكون بعض التساؤل، بعض المتتبعين غادي يقولوا نفس الفيديو تيتعاود. هو الاخوان فلوك ديال اليوم ان شاء الله على الخروف، اللي خروف ولا خروفه ولا جدي ولا جديه. هو الاغلبيه تيقيس غير الصغيره، النعجه الصغيره، النعجه الكبيره ما تيقيسهاش. يعني هو المرض ديال الجنون، الجنون ديال الاغنام. هاد المرضى الاخوان، يعني احنا في منطقه هنا تنقولوا له او قلال والمجنون، مناطق اخرين كلش تيقولوا، كل تيقولوا مستو، كل تيقول والله يدير الخير الله يكتب علينا مكاتبات الخير. وهنا الاخوان بحكم تجربتي، يعني من بعد ما تنمشي نشوف الغنمه الاخوان ضروري ما نرد ليها البال، ضروري ما نشوف ونقابل. وصراحه الاخوان الواحد يرد البال مزيان، يعني واخا يكون سارح واخا غادي راه ضروري خص الانسان يرد البال مزيان، يبان ليه شي خروف ولا خروفه ما عجبوش ضروري خصو يعزلو، ويعزلو في واحد المكان اللي يكون بوحديتو. ومن بعد ديك الساعه الاخوان تيرد ليه البال، تيشوف ياك ما فيه شي اعراض ديال المجنون. الاعراض ديال المجنون الاخوان تيكون تيدور بلاصتو، تيكون تيمشي على الجنب. هادو هما بعض الاعراض، صافي تيرخي ودنيه، اغلبيه تبقى تيدور بلاصتو. فهاد الحاله الاخوان صراحه ما عندوش شي علاج. كما تشوفوا معنا تبارك الله هذا الفحل، هذا اللهم بارك فحل ديال لانوك من سلاله تيم حضيت الاصيله تبارك الله. يعني صراحه فحل بمواصفات سوبر ولا برومي تبارك الله، كان غادي يجي تبارك الله سوبر ولا برومي. وقاسوا المرضى الاخوان ديال المجنون ومولاه جابو دخلوا السوق باعو. يعني صراحة هذا هو الحل ديالو، من بعد فاش تيبان المرض خصو ضروري السوق. الا ما ديتيهش السوق تدوز واحد المدة ديال 30 يوم ولا 40 يوم تيخلي واحد اخر بحالو، يقدر يخلي جوج ولا. يعني من الاحسن الاخوان فاش تلقاو الخروف في القطيع ديالك ماشي هو هذاك تعزلو، والا بالك مجنون من الاحسن في ديك الوقيته الاولى يتباع، لان تيكون في ديك الوقيته الاولى مازال تبارك الله فيه ما يذبح، لان راه غادي يضعف نهار على نهار تيضعف، هو راه ما عمرو يزيد يصحاح ولا غادي يسمان ولا يغلط. واخا تعزلو وتعطيه العلف مزيان راه ما غاديش يسمان. من الاحسن تذبحو وتاكلو، يعني راه مزيان الانسان راه يتكل. بالنسبه لهاد الفحل الاخوان هذا راه تبارك الله الخويل هو اللي داه وباعو، باعو الكزار فاش تذبح عطى تبارك الله 41 كيلو ديال الحمل عطى. وهنا الاخوان الفيديو الثاني حتى هو واحد الفحل ديال لانوك، حتى هو الاخوان يعني نفس المرض اللي فيه، حتى هو الجنون هذا تي يتحرك ولكن تيمشي غير على واحد الجنب كما تشوفوا معنا هنا، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل حال. وهنا الاخوان في هذه الحاله هذه يعني من الاحسن يتعزل كما قلنا، يتعزل بوحديته والسوق. يعني صراحه ما كاينش شي دواء الاخوان اللي غادي يديرو غادي يرجع زعما يرجع مزيان ويرجع كما كان الحاله الطبيعيه. الله يدير الخير تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله فحل تبارك الله من الدرجه الرفيعه. يعني الصراحه غادي يعطيو برومي ولا دوزيام، غالب الاحيان غيشد برومي غلي تبارك الله. ونتمنى الاخوان يوصل لكم الميساج. بالنسبه اللي عنده شي تساؤل اللي عنده شي افاده يفيدنا الاخوان، حنا هنايا باش نستافدو جميع. ما تنساوش الاخوان الناس اللي دخلت تتفرج فينا تابونا معنا وتخليو لنا بصمه، تحياتي لكم.